السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم عندنا تليفون ايفون 6 بلس، بدنا نعمل له تخطي لحساب الاي كلاود بأداة انلوك تولز. قبل هيك شرحته بأداة حفيدك المجانية، واليوم بدنا نشرحه بأداة انلوك تولز. ياريت اذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. خطوات ال6 بلس بتختلف كليا عن ال6 اس بلس، بدنا نكون منتبهين لهي النقطة. أول شيء خلينا نفتح أداة Unlock Tools. الواجهة بالشكل هذا. نعمل لوج ان. هلا ده اللوك تولز معروفه وتلزم كل فني تكون موجوده عنده، يعني حتى الادوات المجانيه للمبتدئين للناس اللي بتبلش بالسوفت وير ممتازه، ولكن في اجهزه تحديثاتها بتصير يعني كل فتره تنزل تحديثات جديده، فلازم انت يعني واجهزه بتكون لسه نازله جديد، فهي الادوات زي الاي اف تي واللوك تولز بتنزلوا التحديثات اول باول، فضروري نشرح برضو عليهم. لو رحنا خيار الابل ضغطنا اندرستاند، هون راح نلاقي هون الخيارات كلياتها للرام ديسك والهالو سكرين وكذا. هلا احنا اللي بدنا نشتغله بهذا الجهاز مختلف كليا. اول شيء بدنا نعمله جيلي بريك. راح اتركك رابط الادوات بالوصف. نفتح الاداء الاصدار الثاني جيلي بريك وندرين. نفتح الأداة بالشكل هذا. أداة تلقائيا راح تختار الإصدار تبع الجهاز. أنت بتشيل الصح من USB DK وبدك تنتبه على هاي المعلومة. بعدها مباشرة بدك تضغط Next. هون الجهاز تلقائي دخل في وضع الريكفري لوحده، دخلوا البرنامج في وضع الريكفري. الآن بدنا ندخل الجهاز بوضع الديفيو مود عشان يبلش ياخد الامر تاع الجيلي بريك. كيف بدنا ندخله بالوضع؟ بدنا نضغط ستارت، مباشرة بدنا نكون ضاغطين معها خفض الهوم مع خفض الصوت والباور والشاشة السوداء. بعد 3 ثواني بترك خفض الصوت والباور وبضل ضاغط على الهوم، وظلني ضاغط عليها لغاية ما الجهاز يبلش البرنامج يبلش يشتغل بالطريقة هاي. جهزت هنا تضغط ستارت 1 2 3، وظلني ضاغط على الهوم لغاية ما يدخل الجهاز بوضع الديفيو مود. زي ما شفتوا الجهاز بلش ياخد جيلي بريك بشكل كامل. ننتظر لغاية ما ينتهي من العملية. زي ما شايفين اخذ الجيلي بريك. ننتظر لغاية ما يخلص العملية كاملة ويفتح الجهاز. ياريت اذا ما كنت عامل لايك اضغط لايك. اللايك مجانا يا جماعة، حتى الاشتراك مجانا، يعني كبسي بس تكبس اشترك سبحان الله. نكمل 50,000 يا جماعة. هيك الجهاز خلص الجيلي بريك واعطاني هون اول دم. اضغط على كويت. كيف بدي اتأكد انه عمل جيلي بريك؟ اروح على 3U Tools. انا شرحت انه لازم تكون نازلة على الجهاز. بفتح الاداة وانتظر ليشبك. بلاقي هنا اعطاني جيلي بريك يس، واخذ الجيلي بريك بشكل كامل. الان الخطوه التاليه وهي اني بروح على اداه انلوك تولز وبتوجه لخيار هلو سكرين. بعد ما اروح على هلو سكرين هون جهازي ايش هو؟ ميد او جي اس ام؟ انا الجهاز اللي عندي ميد
شرحنا كيف نقدر نعرف انه ميد او جي اس ام. تقدر تفتح اداه حفيدك اصدار القديم بيطلع لك انها جي اس ام او ميد، وفي طرق كثير بتقدر تعمل عليها وانا شرحتها في الفيديوهات السابقه من خلال المواقع او من خلال علامه تعجب هون بتطلع لك ميد الجهاز بتكبس عليه بتعرف انه الجهاز ميد. انا الجهاز اللي عندي ميد فما راح يشتغل مع شبكه، شو راح اعمل؟ راح اختار ميد نو سيجنال، هون خيار هلو سكرين اضغط عليها. زي ما شفتوا الجهاز طفى ما زال يقوم بالعمليه للاكتف. هون بحكي لك ميد باي باس سكسس، دو يو ونت تو فيكس نافيجيشن؟ بقول له يس عشان الاشارات تشتغل كمان مع الجهاز. لو كان جهازك جي اس ام بدك تشتغل على سيجنال اول خيار، اذا كان جي اس ام تضغط اول خيار بيشتغل معك الجهاز مع بطاقه، يعني مع سيم كارد تقدر تحط فيه بطاقه وتشتغل فيه شبكه عادي الامور طبيعيه. اذا كان ميد بدك تشتغل على هذا الخيار. ما شفتوا نضغط هون التالي نعمل التالي نعمل التالي نقول كونتينيون واعمل كونتينيون وليتر واعمل هون اوكي دونت كمان دونت ترانسفير باك اب agree union. يلا يا جماعة يلا يا زلمة هاي الأداة أداة unlock tools مش زي الأدوات اللي شرحناها قبل هيك، يعني احنا شرحنا الأدوات المجانية وشرحنا الأدوات المدفوعة. هاي الأداة لازم تعمل خطوات نيكست التالي 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 وتفتح الأدوات الأخرى بتعمل سكيب، يعني بتختصر هاي العملية كلياتها وبتفتح لك الجهاز مباشرة، يعني بيفتح معك بالواجهة هاي مباشرة ما بتعمل التالي والخطوات هاي اللي عملناها. هذا كان الفيديو لليوم. طبعا يا جماعة في أدوات كثير بيسألوني كثير يعني بالتعليقات بلاقي يعني خصوصا الناس الجداد معنا ما تروح على الأدوات المدفوعة مباشرة، في عندك أدوات مجانية كل جهاز. يعني أنا الآيفون 7 شارحه على 5 أدوات، الآيفون 7 بلس شارحه على 5 أدوات، فكل جهاز أنا شارحه على 5 أدوات. أنت بس عملية بحث صغيرة في القناة راح تلاقي إنه أنت يعني بتقدر تبلش بالفيديو. يعني خلينا بس هيك أورجيكم يعني نبدأ هيك سريعة. هون هاي الفيديوهات عندك هون أداة حفيدك 3 فيديوهات، في فيديو رابع إن شاء الله غدا للباس كود. لو أجينا هون على أداة AT Unlock راح تلاقي عندك كل الأجهزة على AT Unlock، EFT نفس الشيء، Room FW نفس الشيء، 007 RAM Disk نفس الشيء، يعني كل أداة بعمل عليها كل الأجهزة. وهيك بكون أنا خلصت كل الأدوات يعني للاي كلاود، خلينا نحكي المجانية والمدفوعة المعروفة. تمام؟ فانت اذا جهازك مثلا على سبيل المثال 6 بلس ما تروح مباشرة على المدفوعة وتبلش تدور ومش عارف ايش بدك تعمل، لا روح اول شيء على الاداة المجانية توجه لها. هاي عندك 6 بلس على اداة حفيدك نفس الخطوات ونفس الشيء. ما لقيت حل او جهازك ما بدعم الاداة، يعني اذا مواصفات جهازك ما شغلت الاداة بشكل كامل محتواها بشكل كامل بتتوجه لاداة مدفوعة زي مثلا AT Unlock بتشتغل على جميع اصدارات الويندوز جميع الاجهزة وكل اشي، فانت بتتوجه حسب انت الوضع اللي عندك. وعندك هذا الفيديو للمبتدئين تقدر تنزل كل الادوات المجانية
زائد تنصيب الويندوز من الألف إلى الياء. هذا الفيديو يا جماعة والله تعبت عليه، وهذا الفيديو فعليا اللي بيمشي بكل الخطوات، جهازه بيكون جاهز للسوفت وير بشكل كامل ولكل أنواع الأجهزة، أي جهاز بتشبكه على الكمبيوتر بيشتغل معك بشكل كامل. هذا كان الفيديو لليوم، نراكم على خير إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.